بقرأ القرآن لروح أم الحبيبة، هل يقبل مني القرآن أم قراءتي باطلة؟ في سؤال بيقول يعني بقرأ القرآن لروح أم الحبيبة، هل يقبل مني القرآن أم قراءتي باطلة؟ الله يرحم والدتك ويرحم يا رب جميع أمهات ونساء المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. حضرتك دلوقتي عايزة تقرأي قرآن لوالدتك وتهبي مثل ثواب القراءة لوالدتك، اوعي تهبي الثواب عشان ما تضيعيش على نفسك الأجر، بتهبي مثل الثواب، يعني لو خدت أنت حسنة بتهبي بتقولي كده وهبت مثل أجري لوالدتي في قبرها. هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ عند حضرتك رأيين، رأيين للعلماء. في رأي قال لا يجوز، ما ينفعش، لأن ربنا قال في القرآن وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، كل واحد هياخد أجر سعيه، أجر تعبه، أجر عمله، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل واحد بأعماله محبوسة بأعماله، مش هياخد أجر حد تاني يعملها له ولا حد يهب له هذا الأجر، إلا لو كان واحدة عليها قضاء فيجوز لأولادها أنهم يصوموا عنها قضاء الصيام، الصيام يعني على قضاء الصيام وما صامتش وأوصت أو لم توصي، فيجوز أن حد يقضي بالنيابة عنها بعد موته. مثلا كان عليها حج، كانت تستطيع الحج ولم تحج، أو نوت أن هي تحج وربنا أراد أن هي تموت قبل أداء الحج، فيجوز أن حد يروح يحج بالنيابة عنها. مثلا عليها زكاة وماتت قبل إخراج الزكاة بعد حلول وقتها، أو مات قبل إخراج الزكاة وقبل عين بعد حلول وقتها، يجوز أن أولاده يطلعوا الزكاة لأن هي حق ربنا هنا وفيها جزء حق للفقراء والمساكين، فيجوز أن حد يخرج نيابة عنه. لكن تصللها أو تصلله لا، تقرأ القرآن وتهبي لا، تعمل الأعمال الصالحة التانية لا. معاك ثلاث حاجات النبي حدده، قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اعملي لها صدقة جارية أو ادعي لها، أو لو هي كان عندها علم وكتب وحاجات كويسة انشريها في سبيل الله. الرأي الثاني قال يجوز، وقراءة القرآن من قبيل الدعاء، وقراءة القرآن من قبيل الأعمال الصالحة. قراءة القرآن حضرتك والدتك اللي علمتك، والدتك اللي علمتك القراءة والكتاب، فكانت هي السبب ان انت تتعلمي قراءة القرآن، فتقومي حضرتك تقري وتهبي مثل الأجر إليها. وده داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم ولد صالح يدعو له، ومنها صدقة جارية، لأن حضرتك بصلاحك وعبادتك وطاعتك انت صدقة جارية لوالدتك. لما تعلمي أولادك اللي والدتك علمتهولك من خير ودين وشرع وفقه، خلاص يبقى حسناتك في ميزان حسناتها، وحسنات أولادك في ميزان حسناتها، وأولادك يعلموا أولادها أولادهم بعد كده برضو، كل ده في ميزان حسناتها. فضل ربنا واسع، بس انت اعملي الخير، ولو حبيت تهبي هبي مثل الأجر وليس الأجر. نسأل الله عز وجل يعني الرحمة والمغفرة لجميع موتى المسلمين، اللهم آمين.